بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة الفريق بالتأكيد راحة، يمكن برنامج مارسيل كولر استعدادا لمباراة إنبي، جدول التدريبات محدد، امبارح كان في تدريب، النهاردة راحة، بكرة إن شاء الله استئناف التدريبات والدخول في معسكر مغلق يوم الثلاثاء، ثم موعد لقاء إنبي مع الأهلي في كأس مصر يوم الأربعاء في مباراة الدور نصف النهائي. كمان النهاردة البطولة العربية لكرة السلة، فريق النادي الأهلي النهاردة في أول لقاء حقق فوز جيد جدا، وبالتأكيد النادي الأهلي بيسعى للفوز بالبطولة العربية بعد كمان تحقيق يعني مركز جيد جدا في كأس العالم للأندية اللي استضافتها سنغافورة خلال الفترة الأخيرة. كمان النهاردة منتخبنا الوطني للكرة الطايرة حقق مكسب كبير جدا ومهم جدا على منتخب اليابان في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس. يمكن منتخب اليابان مصنف الخامس على مستوى العالم، فإنجاز جيد جدا لمنتخبنا الوطني الكرة الطائرة بالفوز بأول لقاء، وبإذن الله يكون فيه تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف 2024. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل، فيها كواليس مهمة، هنلقي الضوء كمان على استعدادات الأهلي للمرحلة اللي جاية، هنشوف السوشيال ميديا النهاردة بتتكلم على إيه، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف رأي حضراتكم في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف برفع الجوائز المالية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم على فكرة رفع الجوائز. يمكن الجوائز المالية في فترة من الفترات كانت وصلت لأرقام جيدة، ثم تراجعت قيمة الجوائز لفترة معينة إلى أن استقر الكاف مع الشركة المنظمة على القيم المالية اللي احنا أعلناها بالأمس، 4 مليون دولار للفائز، 3 مليون دولار للوصيف، 1.7 مليون للفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، ومليون دولار بمجرد المشاركة في الأدوار الأولى، وتحديداً مباريات الدور ربع النهائي اللي هتنطلق إن شاء الله البطولة يوم 20/10. في الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم في هذا القرار بقيم الجوائز المالية اللي بالتأكيد في بطولة أقصى عدد من المباريات 6 مباريات، ونتمنى يا رب الأهلي يكون مشارك في هذه البطولة حتى 11 نوفمبر موعد المباراة النهائية. لكن نبدأ بسرعة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق راح من التدريبات اليوم. وفي الترند المحلي، فيتوريا يطلب عناصر جديدة في جهاز المنتخب. وفي الترند العالمي، إيقاف حكم أو حكام الفيديو لمباراة ليفربول وتوتنهام. امبارح لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي أعلنت بشكل سريع جداً إيقاف حكمي تقنية الفيديو VAR بعد الخطأ الكارثي الذي تسببوا فيه، وبالتأكيد عدم احتساب هدف ليفربول، رغم أن تقنية خط التسلل واضحة والخطوط واضحة، ولكن يبدو أن كان في خطأ فني تقني عند حكام تقنية الفيديو، وبالتالي كان في يعني استعراض للحالة بشكل سريع من الاتحاد الإنجليزي، وكمان قرار سريع جدا بإيقاف حكام تقنية الفيديو على الخطأ الفني اللي حدث في مباراة الأمس. كلنا نتذكر مباريات الأهلي قبل كده كان بتحصل نفس الأخطاء ومحدش كان بيعلق، وبالعكس كان بتحصل مكابرة كبيرة جدا من المسؤولين عن لجنة الحكام وقتها. عموما النهاردة كمان في استكمال لمباريات الدوريات الخمسة الكبرى، أبدأ معاكم بمباريات الدوري الإنجليزي، وفي هذه الأثناء وأنا معاكم على الهواء مباشرة، نوتنغهام فورست بيستضيف برينتفورد، دي المباراة الوحيدة النهاردة اللي في الدوري الإنجليزي. طيب، وما زال التعادل السلبي بين الفريقين. نروح للدوري الأسباني، والماريا تعادل مع غرناطة على أرضه 3-3، نتيجة كبيرة وعريضة، ولكن يبدو أن كان مهرجان أهداف في هذا اللقاء. الساعة 5:15 ديبرتيفو ألفيس بيستضيف أساسونا، والساعة 10 من مساء اليوم أتلتيكو مدريد بيستضيف قادش، وريال بيتيس بيستضيف فالنسيا. نروح للدوري الإيطالي، وبولونيا فاز على إمبولي 3-0، نتيجة كبيرة أيضا لبولونيا، وفي هذه الأثناء أودونيزي بيلعب مع جنوة، وجنوة متقدم 2-1. أتلانتا مع يوفنتوس، المباراة هتكون الساعة 7، والساعة 10 إلا ربع روما بيستضيف فرنسينوني. نروح للدوري الألماني، وفي هذه اللحظات دارمشتات بيستضيف فيردر بريمن، ودارمشتات متقدم على فيردر بريمن 2-0. الساعة 6:30 فرايبورغ هيستضيف إكسبورغ.
طيب نروح للدوري الفرنسي، واستاد ريمس بيستضيف ليون، واستاد ريمس متقدم حاليا على ليون 2-0، وفي هذه الأثناء أيضا تولوز متقدم على ميدز 2-0، ونيس متعادل سلبيا مع استاد تريست، وليل متقدم خارج أرضه على لوهوفر بهدف مقابل لا شيء. الساعة 6:05 لوريان بيستضيف مونبلييه، ورين بيستضيف نانت الساعة 10 إلا ربع. دي جدول مباريات اليوم، جولة كده سريعة في الدوريات الخمس الكبرى. ولكن طبعا قمة مباريات الدوري الإنجليزي كانت بالأمس مباراة توتنهام وليفربول، وبالتأكيد أخطاء الفيديو كانت مؤثرة جدا في نتيجة هذا اللقاء، وضربت رقم قياسي كان ممكن محمد صلاح نجمنا المصري حققه في مباراة الأمس. ولكن قدر الله وما شاء فعل، أخطاء التحكيم ستظل مستمرة في كل مباريات الدوريات العالمية. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل. طيب بما أن الفريق الأول النهاردة لكرة القدم في النادي الأهلي أجازة وراحة سلبية، ولسه الكلام على مباراة إنبي ممكن يكون من بكرة لأن النهاردة راحة سلبية، فما فيش تفاصيل عن التدريب. الأمور الحمد لله تسير بشكل مناسب جدا في مسألة ملف المصابين، التجهيز لعدد من اللاعبين اللي ممكن يعني يستعين بيهم مارسيل كولر في لقاء إنبي، كل الحاجات دي كده هنتكلم عليها خلال الأيام القادمة. ولكن الحدث الأبرز اللي بيفرض نفسه دلوقتي على الساحة القروية سواء في مصر أو في القارة الإفريقية، ختام مباريات الدور التمهيدي الثاني سواء لدوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية. ولكن دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأهم والبطولة الأقوى والبطولة الأصعب، وفيها صفوة الأندية الإفريقية صاحبة الرصيد الكبير بالفوز بالدوريات المحلية أو حتى في المنافسة على البطولات الإفريقية. بنتكلم على حوالي 11-12 نادي تأكد تأهلهم بشكل رسمي إلى مرحلة دور المجموعات، والقرعة إن شاء الله هتقام يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ. كان دايما بتتعمل القرعة في القاهرة، ولكن المرة دي عشان في قرعتين هتتعمل في وقت قياسي، يعني وقت قريب جدا. قرعة مسابقات الأندية هتبقى يوم 6 أكتوبر في جوهانسبرغ، بعدها بست أيام قرعة المنتخبات التي تأهلت إلى كأس الأمم هتقام في القرعة هتقام في أبيجان في كوت ديفوار يوم 12 أكتوبر. فبالتالي مسرح الأحداث كله هيكون في جنوب وغرب القارة خلال الأسبوع المقبل. طيب الفرق اللي تأهلت، أنت بتتكلم على صفوة الأندية الإفريقية، التصنيف الأول في الأهلي، الوداد، الترجي، سان داونز، دول خلاص تأكد تأهلهم بشكل رسمي. والتصنيف السنة دي في مفاجآت، بمعنى مازيمبي بقوة وعظمة مازيمبي في البطولات الإفريقية تصنيف ثالث، النجم الساحلي بقوة وعظمة النجم الساحلي والتاريخ العريض في الكرة الإفريقية في التصنيف الرابع بشكل مؤقت، إلا لو حدثت مفاجآت في مباريات اليوم سواء لسيمبا أو الهلال السعودي. يعني عموما النهاردة هنتكلم عن القرعة، هنتكلم على تأهل الأهلي، هنتكلم على الفرق المرشحة اللي ممكن تكون مع النادي الأهلي في المجموعة، خاصة كمان أنه وارد جدا بيراميدز اللي متواجد في التصنيف الثاني وارد أنه يكون مع الأهلي في المجموعة. فبالتالي قرعة دوري أبطال إفريقيا أكيد هيكون فيها مفاجآت خلال الفترة اللي جاية. النهاردة معايا محلل وناقد رياضي مهتم جدا بالشأن الإفريقي، فرصة نتكلم معاه على القرعة وكل تفاصيل مباريات دوري أبطال إفريقيا في ظل أن في نتائج كانت مهمة جدا اتلعبت في مباريات الأمس، والنهاردة لسه في مباريات بتتلعب في ختام لقاءات هذا الدور يوم الأحد. نروح بسرعة عبر تريند أونلاين وتحديدا عبر السكايب مع الزميل العزيز الناقد الرياضي الأستاذ أيمن جيلبرتو. أيمن إزيك ومساء الفل عليك. مساء الفل يا محمد وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله كده نتمنى أن النسخة دي من دوري أبطال أفريقيا نعملها معاملة العشرة كده، وإن شاء الله الاثناشر يا أهلي. الاثناشر يا أهلي، دايما بحس يا أيمن أن العشرة مش واخدة حقها، يعني كان دايما الاحتفالية بالتسعة وبالحداشر، تحس أن العشرة كده جت في يعني إيه في الوقت الضايع محدش ركز معاها. لا العشرة عارف انت تسرسبت كده لحد ما خدناها الحمد لله. بس طبعا مشكلة دايما العشرة هتبقى ان المباراة لما اتلعبت مع كايزر تشيفز في ارض محايدة زي في المغرب بدون جمهور، يعني الاجواء نفسها كانت صعبة. يعني طبعا التاسعة كانت برضو بدون جمهور وظروف كورونا، لكن في النهاية التاسعة دي كانت زي ما نقول كده مباراة القرن، مباراة اهلي وزمالك بتتلعب هنا في مصر، الامور كلها مختلف يعني وضع تاني مختلف. لكن العشرة انت بتلاعب برضو منافس بالنسبة لك، يعني منافسين في جنوب أفريقيا باستثناء سان داونز، أنت الأمور ما بتبقاش فيها أزمات، بتلعب في المغرب بدون جمهور، فالأمور كانت هادية جدا في موضوع
العشرة ده. فنتمنى ان ال 12 تبقى زي يا رب. العشرة في مخص الهدوء بتاع ان انت تتسرسب لحد ما تاخدها كده بكل سلاسة، ولكن نحتفل بيها زي ما احتفلنا بكل بطولاتنا يعني. طيب قبل ما ادخل معاك في الانديه المشاركه والانديه التي تاكد تاهلها، انت على المستوى الشخصي تتوقع مجموعه الاهلي تبقى مين؟ او تتمنى، ولا هل التوقع غير التمني؟ لا، توقع غير التمني. اه التمني صعب يعني. يعني اتمنى اي مجموعه للاهلي، دايما بتمنى فيها حاجتين. اولا المسافات في السفر ما يبقاش فيها ازمه كبيره، تاني حاجه الملاعب ما يبقاش فيها مشاكل وتقدر تلعب في جو كويس وارض كويسه. فطبعا دي ما بتبقاش متوفره للامانه كتير في بعض الملاعب في افريقيا او بعض الاجواء في افريقيا. فيعني ده اللي دايما اتمناه. لكن طبعا زي ما انت قلت المقدمه بتاعتك، الانديه اللي موجوده كلها انديه اصحاب تاريخ وفي افريقيا، بعيدا عن نتائجهم في السنين الاخيره ممكن ما تكونش افضل حاجه، زي النجم الساحلي بعيد بقاله فتره، مازيمبي بنتكلم ان نادي بيراميدز اللي هو يعتبر ما بقالوش يعني 3 أو 4 مشاركات افريقيه بيتخطاه في التصنيف التراكمي بتاع اخر 5 سنوات. فدي ايوه طبعا بالنسبه لنادي بيراميدز حاجه كويسه كنادي مصري يعني. بنتكلم في وجود يعني وارد نادي زي شبيب البلوزداد يبقى موجود، بنتكلم الهلال وارد يبقى موجود. على فكره مباراه سيمبا لحد دلوقتي حسب النتيجه اللي قدامي سيمبا مغلوب على ملعبه 1-0، واعتقد نتيجة الذهاب كانت 2-2. اتعادل مع دينموز هراري في زيمبابوي 2-2، او باور دينموز. باور دينامز 2-2. ده ماتش حاليا في مباراة تنزانيا هو مغلوب والدقيقة 50، فوارد تحصل مفاجأة بخروج سيمبا، الله اعلم. طبعا الهلال وبريميو دو اجوستو برضه فرقتين اعتدنا نشوفهم في ادوار المجموعات، فهنشوف مين فيهم اللي هيصعد. ولكن يعني انا اتمنى في الاخر مجموعه للاهلي تكون لطيفه فيما يخص السفر، لان ضغط المباريات شديد، والحاج عامر حسين قال مش هفيش تاجيلات في النص والامور صعبه. فنتمنى ان تبقى مجموعه تهون على الاهلي رحلات السفر والملاعب تبقى كويسه ونقدر نعدي منها يعني. عايز كده اقول لك كده النادي الاهلي اتفضل. يعني برضه للتاكيد النادي الاهلي هو البطل، فالنادي الاهلي لا يخشى احد. احنا بنتكلم اكيد. عن فكره ان احنا بندور على ايه اللي يريح الاهلي، لكن في الاخر هي كره قدم يعني. اكيد. طب انا عايز اقول لك برضو، يعني في حال اذا خرج سيمبا او حتى الهلال، انت كده بتتكلم ان هيبقى في انديه تصعد من التصنيف الثالث للثاني، وانديه هتصعد من التصنيف الرابع للثالث. ابرزهم مثلا انت بتتكلم بترو اتلتيكو متواجد في التصنيف الثاني مع بيراميدز، وده مؤكد خلاص ان هم تاهلوا. في حال خروج سيمبا، اسيك ميموزا اذا النهارده تخطى اهلي بنغازي هيكون في التصنيف الثاني. وفي حال خساره اسيك، انت بتتكلم بقى ان كده اهلي بنغازي وباور ديناموس كل دول هيبقوا في التصنيف الرابع مع بطل موريتانيا ومع بطل بيتسوانا. فهتلاقي القوه كلها بتطلع للتصنيف الثاني والثالث، زي النجم بالظبط. الساحلي وزي باقي الفرق يا ايمن. ده اعتقد هيغير شكل المجموعات بعد كده. وده يعني للامانه ده اتمناه برضو، لان وجود فرق قويه او صاحبه تاريخ في التصنيف الثالث والرابع بتدي ان ممكن يبقى في مجموعات قويه يعني. تخيل كده مجموعه احتماليه فيها الاهلي بيراميدز والنجم الساحلي، يعني مجموعه شديده في دوري ابطال افريقيا اللي هو اصلا برضو عدد الفرق اللي بتنافس فيه مش كبيره. فلو انت مثلا المواجهات المحتمله دي لما تبقى شديده قوي كده في دور المجموعات بيبقى امر برضو صعب وفي ضغط كبير. فيعني خلينا نشوف يعني. اتمنى ان في النهايه الانديه اللي في التصنيف الثاني تبقى برضو كلها بشكل متوازي، بحيث تاخد واحد بس فرقه من الفرق اللي هي القويه، ما يبقاش قدامك احتماليه مثلا بيراميدز مع النجم الساحلي مع الهلال السوداني مثلا او بريمي دو اجوز. يعني برضو الفرق دي الامور صعبه. يمكن السنه دي خلاص مواجهه سان داونز ما فيش في المجموعات، المواجهه حدث المتكرره في تاريخي ده يا المجموعات. ايمن. ها خلي بالك انا عملت حسبه كده، احنا تقريبا سان داونز مش مجموعات بس، احنا برضو السنين الاخيره كنا بنقابل سان داونز على طول في دور الثمانيه، وهو دلوقتي في طريقنا في الدوري الافريقي. فلا يعني برضو شويه نبعد عنه في المجموعات، ده برضو حاجه لطيفه، لان المواجهات دايما بتبقى صعبه ورحله مرهقه، فلو تتاجل دايما لادوار اقصائيه ممكن تبقى افضل يعني. أكيد. طيب لو سألتك على فكرة تواجد بيراميدز مع الأهلي، وده وارد في المجموعة طبقا للقرعة اللي هتتعمل لسه يوم الجمعة اللي جاية في جوهانسبرج، طبعا الأهلي حامل اللقب والأهلي لا يخشى أحد، دي أمور احنا بنتكلم عليها في الكورة، ولكن وارد.
هل يفضل يكون في فرقتين من مصر في نفس المجموعه، ولا يفضل بوجهه نظرك انت كناقد رياضي ومتابع بشكل جيد للكره الافريقيه ان كل فريق يكون في مجموعه بعيد عن الثاني؟ يعني لو بتتكلم بنظرة عامة، أكيد بالنسبة للكرة في مصر الناس أكيد هتتمنى إن النادي الأهلي يبقى بعيد عن بيراميدز لاحتمالية إن الاتنين يبقوا موجودين في الأدوار النهائية بشكل أكبر، فده يبقى أفضل أكيد بالنسبة للكرة المصرية لما يبقى عندك فرقتين موجودين في دور الثمانية أو السيمي فاينال، أفضل ما فرقة منهم تخرج بدري يعني. ولكن انا بالنسبه لي مثلا يعني وجود بيراميدز معانا في المجموعه لو امكن برضو بيحل لك حاجه، فكره السفر هتبقى المواجهتين هنا في القاهره او في مصر، الحضور الجماهيري فيها هيبقى اكيد الغلبه للنادي الاهلي، خبراتك افضل في افريقيا مع طبعا بيراميدز فريق مميز وعمل تدعيمات مميزه، المواجهات المباشره بينك وبين بيراميدز برضو في الفتره الاخيره النادي الاهلي تفوق، بنتكلم في نهائي كاس مصر، بنتكلم في مباراه كاس السوبر، مباريات الدوري بتاعت الدور الاول اللي هي بتبقى في بدايه كده الموسم بتجمع فيها النقاط، كسبنا الموسم الماضي 3-0 والموسم اللي قبله 3-0 برضو، بعيدا عن مباريات الدور الثاني اللي كان بيبقى ليها ظروف، اما النادي الاهلي خلاص حسم الدوري وكان بيريح لعيبته، او مباراه السنه اللي فاتت اللي هي كانت بعد كمان سيمي فاينال الكاس اللي الاهلي تاهل فيه. يعني انا بالنسبه لي مش شايف ان بيراميدز ممكن يشكل ازمه وجوده مع الاهلي في المجموعه، بالعكس بالنسبه للفرقتين ممكن يقول لك احنا الماتشين نلعبهم هنا في مصر، زي قبل كده احنا النادي الاهلي كان كتير مع نادي الزمالك في نفس المجموعه وكان التوفيق بيبقى مع النادي الاهلي تاريخيا في ادوار المجموعات لما بيبقى معاه النادي الزمالك او حتى النادي الاسماعيلي في 2010 لما كان معاه النادي الاهلي برضو تاهل، فممكن يعني بالنسبه لك اهلاويه بنتكلم كاهلاويه دلوقتي ممكن يبقى فاق لحسن ان يبقى معاك نادي مصري في المجموعه، ولكن في النهايه فريق بيراميدز فريق محترم له كل الاحترام لاعبيه وجهازه الفني والنادي، لكن النادي الاهلي زي ما انت قلت وزي ما كولر قال وزي ما كل الناس بتقول النادي الاهلي هو البطل، كل الناس هتبقى خايفه تقع في كره النادي الاهلي وهي بتتسحب تبقى في المجموعه بتاعته. اكيد. الزميل العزيز ايمن جيلبرتو الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من خلال فقره ترند اونلاين، واتكلمنا مع ايمن عبر السكايب في تفاصيل مهمه جدا متعلقه بالقرعه اللي لسه هتتنظم يوم الجمعه اللي جايه باذن الله في جوهانسبرج. يمكن لسه الاتحاد الافريقي مستني شويه تنتهي المباريات ويبدا يعلن بشكل رسمي ميعاد القرعه ومكان القرعه والساعه اللي هيتم فيها اجراء مراسم القرعه. ده كان ملف مهم جدا لازم نتكلم عليه وبخصوص المشوار الافريقي خلال الفتره اللي جايه. عندي نقطتين مهمين جدا هتكلم فيهم بسرعه عشان وقت البرنامج. اول نقطه يمكن ان شاء الله باذن الله رضا سليم الحمد لله اطمئنين عليه النهارده قبل الحلقه، اجريت عده اتصالات بخصوص مدى جاهزيه رضا سليم للمباريات اللي جايه، هل ممكن يستعين به مارسيل كولر في لقاء انبي؟ كل شيء وارد، ولكن رضا سليم جاهز تماما يقدر يدخل التدريبات الجماعيه من بكره، عايز كولر يستعين به في مباراه انبي يضمه للمعسكر يوم الثلاثاء، وبالتالي رضا سليم احد ابرز الاوراق اللي ممكن يعتمد عليها مارسيل كولر في لقاء انبي يوم الاربعاء اللي جاي. فكره المصابين دلوقتي احنا بنتكلم في اطار ثلاث لعيبه، عمرو السوليه، محمود متولي، كريم نيدفيد، مش اكتر من كده. اصاباتهم الحمد لله يمكن يعني فرصهم في العوده للمباريات الفتره القادمه وارده بقوه، بكره هيبقى فيه اشعه عشان يطمئن الجهاز الطبي والجهاز الفني على مدى استجابتهم للبرامج التاهيليه، وقريب جدا باذن الله هنشوف الثلاثه في التدريبات والمباريات الرسميه. ولكن عايز اطمن كل الناس ان رضا سليم باذن الله هيكون جاهز مع الفريق ابتداء من لقاء انبي. نقطه اخيره قبل ما اطلع لفاصل، النهارده في اجتماع للجنه الحكام، مش هقول في اتحاد الكوره، في مكان ما، لان اللجنه دايما بتعقد اجتماعاتها مش كل مرة في مقر الاتحاد في الجبلية، ولكن اللجنة النهاردة عندها اجتماع مع حكام المباريات اللي أداروا لقاءات الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، والنهاردة هنقدر نعرف بشكل رسمي هل في حكام بالفعل هيتم إيقافهم خلال الفترة اللي جاية ولا لا. أنا الفترة اللي فاتت نفيت نفي قاطع فكرة أني صدر قرار بإيقاف أي حكم، وبالفعل تأكد ده بشكل رسمي من خلال مسؤولين في اتحاد الكرة وفي لجنة الحكام، أكدوا لنا إن لسه في اجتماع للجنة مع الحكام اللي أداروا المباريات عقب نهاية مباريات الأسبوع الثاني، ولكن حتى موعد الاجتماع مفيش قرار صدر بإيقاف حكم أو تحويله للتحقيق
أو كما تردد في بعض المواقع وفي بعض البرامج اللي كان ليها أهداف معينة عشان تعمل يعني إيه بروباجندا على بعض الأخطاء التحكيمية اللي بقت متكررة، مش مع نادي واحد، مع نادي واثنين وثلاثة. والنادي الأهلي أكثر الأندية التي تضررت في آخر موسمين، لدرجة إن النادي الوحيد اللي كان بيطالب بتطوير المنظومة، النادي الوحيد اللي كان بيطالب بتطوير منظومة التحكيم والاستعانة بخبير أجنبي كان النادي الأهلي. ليه؟ لأنه على مدار سنتين ثلاثة كانت في أخطاء تحكيمية أثرت على مشوار الفريق في الدوري، بل يعني بطولة من إحدى البطولات يعني نتائج أو أخطاء التحكيم وجهت البطولة من مكان لمكان آخر بشكل مباشر، والكلام ده اتقال من خبراء تحكيم وقتها. والناس اللي بتحاول تثبت ان الاخطاء التحكيميه في اتجاه نادي واحد دلوقتي، الكلام ده مش صحيح، رغم ان البعض بيحاول يزود شويه من حده الانتقادات وكان النادي ده هو الوحيد اللي بيتظلم من التحكيم. بالعكس، النادي الاهلي ياما تضرر من الاخطاء التحكيميه من نفس الحكام اللي بيغلطوا دلوقتي. ولو الناس بتتكلم على فكره اتحاد الكوره ولجنه الحكام ليه ما عندهاش شفافيه وصراحه في مساله اعلان الاخطاء زي ما حصل في الاتحاد الانجليزي بالامس في مباراه ليفربول وتوتنهام، ارجعوا يا جماعه بس سنتين لورا، ارجعوا لسنتين لورا لغايه دلوقتي. لو سالت عصام عبد الفتاح هيقول لك لا، هدف الاهلي فرق وتسلل رغم ان الكره هدف سليم. لو سالت محمود عاشور هيقول لك لا، الهدف تسلل رغم ان الهدف سليم. شوف انا بكلمكم بقالي سنتين على اللعبه دي، كل خبراء التحكيم والصوره بالعين المجرده الهدف سليم، بس كل شويه يقول لك ايه، تعالى معايا في الغرفه ونشوف النقاط اتحطت صح ولا غلط، وفي الاخر اتفرج على النتيجه. ايوه بس انت بتستخدم ادوات اساسا عفى عليها الزمن، فطبيعي الجهاز يهنج منك يطلع لك خطوط غلط. ما ده اللي حصل، بدليل انت دلوقتي بتشتغل بالابديت الجديد لتقنيه التسلل، يبقى انت كان عندك مشكله ودلوقتي انت بتعالجها وبتستخدم تقنيه افضل. فبالتالي محدش في مصر هنا في لجنه الحكام بيعترف بالخطا، بل بالعكس سنتين كاملين قعد عصام عبد الفتاح كل ما يكون في لعبه للاهلي يطلع يشيد بحكم اللقاء، تتحسب ضربه جزاء للاهلي يطلع يقول لك الحكم اخطا في تقدير ركله الجزاء. وده حصل مع الحكم الاجنبي في ماتش الاهلي والزمالك اللي اتلعب على استاد السلام، والمباراه انتهت 2-2، كلنا نتذكر المباراه دي. حكم حسب ضربه جزاء للاهلي بس كان حكم اجنبي، فطلع الكابتن عصام قال لك الحكم اخطا، الكره دي مش ضربه جزاء، ولو الحكم ده كان مصري كان هيطلع يدافع عنه. فالاهلي تحديدا من اكتر الانديه اللي تعرضت يعني لمغالطات تحكيميه اخر سنتين ثلاثه. دلوقتي اللي بيقولوه هما اكتر الناس اللي كانوا عاملين نفسهم مش واخدين بالهم قبل كده. فالايام كاشفه في مساله فكره التوازن في التناول الاعلامي للاخطاء التحكيميه. احنا في النهايه كلنا بنتمنى ان التحكيم المصري يكون افضل شيء، والتحكيم المصري لسه بخير على فكره، ولكن للاسف بعض الناس اللي بتحاول تشتغل بشكل شخصي هي اللي بتحلل الامور بشكل غلط، وبالتالي بنشوف الاخطاء بتتكرر. بس وقت ما تكون ليك ما بتدافعش، وقت ما تكون عليك يا سلام بنقعد سنة كاملة بنسمع كلام ما كناش ممكن نتوقع ان احنا نسمعه من بعض الاشخاص اللي بيتكلموا دلوقتي على الاخطاء التحكيمية. كان وقتها الاخطاء واردة، دلوقتي الاخطاء مش واردة، مش عارف والله اقول ايه. ما علينا، عموما النهاردة اجتماع لجنة الحكام، وعلى حسب معلوماتي يعني بعد الاجتماع هيكون في ايقاف لحكمين من حكام مباريات الأسبوع الأول والثاني في الدوري العام. في إيقاف هيعلن أو قد لا يعلن، ولكن أنا معلوماتي إن في اتنين من حكام مباريات الأسبوع الأول والثاني هيتم إيقافهم لمدة 4 أسابيع. عموما هننتظر ونشوف بعد الاجتماع ونشوف تعيينات ال4 أسابيع المقبلة، هل موجودين ولا مش موجودين؟ هيبقى في شفافية لو تم الإعلان. مش هيبقى في شفافية واللجنة هتشتغل إن هي بتعاقب كشأن داخلي، واحنا هنشوف الماتشات الفتره اللي جايه. عموما ده كل ده هيبان الفتره الجايه، ولكن بدايه الدوري فرصه مهمه بالنسبه لنا عشان نعرف فيتور بيريرا بيشتغل ازاي في ملف التحكيم، الاخطاء هيعالجها ولا لا، الاخطاء هيعلن ان في اخطاء ولا لا. عموما كل الامور دي هنشوفها خلال الفتره اللي جايه. دي كانت ابرز الاخبار والموضوعات اللي على الساحه الرياضيه، ونخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا اخر اخبار الترند. المواقع وصفحات السوشيال ميديا كل كلامها النهاردة على صور احتفالات الأهلي وتأهل الفريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وكمان استعداد الفريق لمباراة إنبي. نطلع نشوف التفاصيل من خلال آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند، والبداية هتكون من ترند الأهلي.
البداية في ترند الأهلي، حساب دوري أبطال إفريقيا من خلال حسابات الكاف على السوشيال ميديا، صورة لحسين الشحات وإمام عاشور وكتبوا عليها دويتو الأهلي المفضل الجديد، صورة بالتأكيد فيها احتفالية بعد الهدف اللي أحرزه حسين الشحات. وإمام عاشور في الفترة الأخيرة مع كل هدف سواء مع كهربا مع حسين بيحتفل باحتفال جون سينا بتاع المصارعة الحرة، بينزل بيعمل احتفالية كده مع اللعيب، لكن أكيد في ثنائيات في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. على الخط الهجوم تحديدا شايفين حسين الشحات وكهربا، شايفين إمام عاشور مع مروان عطية، شايفين أوفرات مميزة جدا الفترة الأخيرة من محمد هاني وعلي معلول. فالحمد لله الأهلي عنده نقدر نقول لعيب أساسي ومش لعيب احتياطي، لا كذا لاعب في كذا مركز يقدر كولر يعتمد عليه خلال الفترة اللي جاية، وده ظهر حتى في لقاء الإياب أمام سان جورج لما تم الدفع بكريستو وأحمد نبيل كوكا وكمان كريم الدبيس. طيب ملعب القرار 24 وبيتكلموا على أن كولر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم قبل مباراة إنبي، طبعا في إطار الاستعداد لخوض مواجهة إنبي. امبارح كان في تدريب وما تعملش التراي ماتش، كان في جلسة تصوير كده للعيبة، لكن النهاردة طبقا للبرنامج التدريبي أجازة للفريق، وبكرة إن شاء الله يوم الاثنين تدريب لمدة 48 ساعة الاثنين والثلاث، ثم المباراة يوم الأربع، وإن شاء الله يقدر يستعين كولر بأبرز اللاعبين اللي جاهزين للمباراة في ظل إن دي مباراة كاس ما فيهاش نقاط، تكسب توصل نهائي، لا قدر الله تخسر تخرج، فما فيهاش فرصة لضياع أي هدف، لازم تبقى مركز في التسعين دقيقة. طب الوطن الرياضي بيقوله مفاجأة، كولر يطلب ضم سويسري جديد إلى جهاز الأهلي. التفاصيل على وحدة الوطن إن مارسيل كولر بيدرس مع إدارة الكورة داخل الأهلي ضم طبيب أجنبي لقيادة الجهاز الطبي بدلا من الدكتور أحمد جبلة التي أو الذي جرى الاستعانة به من قطاع الناشئين بعد رحيل الدكتور تامر أبو العينين. مصدر للوطن بيقول إن الأهلي عرض على كولر أكتر من اسم، لكن المدرب اقترح ضم طبيب أجنبي. عموما هنشوف الفترة الجاية هل الكلام ده صحيح ولا غلط في ظل إن الطبيب أجنبي يعني هيتقاضى بالدولار، فهل ده هيبقى الفترة اللي جاية مسموح؟ هل الخبر سليم؟ هل في تفاصيل ممكن نأكدها أو ننفيها؟ هنشوف الأيام الجاية هي اللي هترد على التفاصيل اللي موجودة في هذا الخبر. طيب حساب الوطن الرياضي أيضا بيقولوا إن في ثلاث لعيبة هيغيبوا عن الأهلي أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر، نيدفيد، السولية، متولي. وده نفس اللي أنا قلته من شوية في مسألة إن رضا سليم جاهز وكولر ممكن يستعين به في لقاء إنبي، لكن في نفس الوقت في ثلاث لعيبة خلال الأيام القادمة وبعد آخر أشعة ممكن يتم إجراءها غدا هيطمئن الجهاز الطبي على حالتهم، سولية ومتولي ونيدفيد، لكن تأكد طبعا إن الثلاثة مش هيكونوا متاحين لماتش إنبي وغالبا كمان ماتش الإسماعيلي يوم 8 أكتوبر، ولكن نتمنى إن شاء الله على 20 أكتوبر يكونوا جاهزين لماتش الافتتاح في السوبر ليج أمام سيمبا التنزاني. طيب كرة بلس كمان بيتكلم إن عمرو السولية يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، كذلك محمود متولي، ومشاركتهما أمام إنبي ستكون صعبة. ده تصريح من مصدر في الأهلي لكرة بلس، لكن ما قالش جديد، نفس النقاط ونفس الأمور اللي احنا بنشرحها في مسألة جاهزية متولي والسولية وكذلك كريم نيدفيد. طيب كرة بلس بتتكلم على موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا، كلنا عارفين هنلعب مع إنبي يوم الأربعاء اللي جاي 4 أكتوبر، وبعد كده ماتش الإسماعيلي 8 أكتوبر، بعد كده في أجندة دولية من 9 أكتوبر ل 17 أكتوبر. فالأهلي إمتى هيسافر؟ هل يسافر في يوم ختام الأجندة يوم 17 واللعيبة الدوليين ينضموا للأهلي في تنزانيا، ولا الترتيبات الإدارية للأمر ده هتتم إزاي؟ الأهلي حدد، وده طبقا لمصدر لكرة بلس وليس خبر رسمي، الأهلي رسميا لم يعلن ميعاد سفر، ولكن مصدر قال لكرة بلس إن الأهلي حدد يوم 18 أكتوبر، يعني بتتكلم في يوم الأربعاء، الماتش الجمعة 20 أكتوبر، الأهلي هيسافر يوم الأربعاء 18 أكتوبر عشان يلعب مواجهة سيمبا أو ماتش سيمبا في مباراة الافتتاح، لقاء الافتتاح على ملعب بنيامين مكابا في دار السلام الملعب الدبيسة على 60,000 متفرج. فالمصدر قال الأهلي هيسافر يوم الأربعاء 18 أكتوبر عبر طائرة خاصة. وهنا في نقاط عايز أتكلم عليها مهمة جدا. بطولة الدوري الإفريقي، بطولة السوبر ليج، ليها رولز كده مختلفة تماما عن دوري أبطال إفريقيا. يعني في دوري أبطال إفريقيا أنت ما بتسافرش على حساب الكاف، سفرك وإقامتك وكل تنقلاتك بتبقى على حسابك من A to Z كل شيء. البطولة دي تحديدا ليها نظام مختلف، يعني مثلا
الشركة المنظمة للدوري الإفريقي هي شركة إيطالية مقرها في رواندا في كيجالي، محددة بعض النقاط. أولا، رحلة السفر ل 35 تذكرة طيران، 35 تذكرة طيران. أكتر من كده أنت اللي بتدفع الأعداد الزيادة. عايز تطلع في رحلة خاصة بتعمل أبجريد وبتدفع الزيادة اللي أنت هتعملها في رحلة الطيران. ده بالنسبة للسفر، سواء الذهاب أو الإياب، سواء في السفر أو حتى في العودة. ف 35 تذكرة طيران بتبقى على حساب الشركة الإيطالية اللي بتنظم الدوري الإفريقي، والشركة دي مضت اتفاقية مع الاتحاد الإفريقي والبطولة بشراكة ما بين الفيفا والكاف. دي نقطة. النقطة الثانية، أنتوا بتتكلموا مثلا على فكرة الإقامة، نفس الأمر، العدد اللي قلته 35 فرد، الشركة بتتحمل إقامة 35 فرد وبتحدد مكان معين دون ذكر أسماء الأوتيل أو الهوتيل الفنادق اللي هتكلم عليها يعني، أو ده ممكن نتكلم عليه في حلقات جاية. 35 فرد برضو، لو عندك أعداد أكتر من كده بتتحمل أنت الأعداد الزائدة. عايز تغير الأوتيل بتعمل أبجريد وبتغير الأوتيل، ولكن في باكج معين، رقم معين محددها الشركة الإيطالية. فالبطولة مربحة جدا على المستوى المالي، سواء في الإقامة، في التنقلات، في الجوائز المالية. المشاركة في حد ذاتها مليون دولار، ماتشين بمليون دولار، فده رقم كويس جدا ومناسب جدا للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي. في تفاصيل أكتر من كده، ولكن لما نقرب شوية من ميعاد البطولة مش هتسمعوا أي تفاصيل بكواليس البطولة دي إلا من خلال شاشة قناة الأهلي. كل التفاصيل المتعلقة بالسوبر ليج هتشوفوها من خلال برنامج الترند، ولكن لما نقرب شوية على ميعاد لقاء الافتتاح. طيب، آخر حاجة في ترند الأهلي، ودي مباراة النهاردة، الأهلي ينتصر على دجلة العراقي بنتيجة 92-77 بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة. البطولة بتقام حاليا في قطر، وفي جالية يعني مصرية وجماهير كبيرة جدا من النادي الأهلي بتحضر المباريات وبتتكلم وبترسل كمان رسائل دعم للفريق من خلال البيجات اللي موجودة عبر الفيسبوك. ده ترند الأهلي وأبرز النقاط النهاردة اللي معانا في ترند الأهلي. غطينا كل الجوانب سواء فريق الكورة أو حتى فريق إلا السلة. طيب، نروح بقى للترند المحلي، وهنبدأ نتكلم على معسكر أكتوبر. النهاردة 1 أكتوبر، أول يوم في الشهر، والمعسكر هيبدأ 9 أكتوبر. طيب، جهاز المنتخب، وده على عهدة الوطن، يرفض ضغوط الأهلي بسبب معسكر أكتوبر. طيب، الكلام ده على عهدة الوطن، لأن بيقولوا إن مصدر داخل جهاز المنتخب قال إنه هيختار العدد اللي يناسبه. لو الأهلي بيتكلم على اختيار 4 أو 5 لعيبة، لا، فيتوريا ممكن يختار 8-9. عارف أنت الخبر، تحس إن في صدام موجود في التفاصيل. طالما أجندة رسمية، الأهلي مش هيتكلم في حاجة غير قانونية. بمعنى، فيتوريا ليه حق إنه يضم العدد المناسب لهذا المعسكر، ولكن في النهاية النادي الأهلي محدد طريقته ومحدد سفره. إمتى؟ ماتش الجزائر يوم 16 والسفر يوم 18، فأكيد الأهلي محضر كل الأمور المتعلقة بالأجندة بتاعت شهر 10. الأزمة على فكرة مش هتكون في لعبة المنتخب الوطني، الأزمة الأكبر في سفر علي معلول إلى اليابان، هيلعب مع منتخب بلده تونس مباراة ودية. الأزمة الأكبر إن أليو ديانج مع منتخب مالي عنده مباراة في المملكة العربية السعودية. الأزمة الثانية مع بيرستاو عنده مباراة مع جنوب إفريقيا في أبيجان، ما أعتقدش هتتلعب في أبيجان، ممكن تتنقل، لأن في أزمة في ملعب كوت ديفوار حاليا فممكن تتنقل. فمسألة عودة تاو وديانج وعلي معلول إمتى للأهلي؟ هل هيرجعوا قبل السفر يوم 18؟ صعب إن معلول يجي من اليابان للقاهرة يوم 18. هل هيلحق بالأهلي في تنزانيا؟ ده هنشوف الفترة الجاية. والأهلي على فكرة بقاله فترة بيشتغل على الجزئية دي، وأنا بسمع وبشوف زملاء كتير إعلاميين وصحفيين بيتكلموا في الجزئية دي، إن في اتصالات مباشرة وفي إيميلات رايحة وجاية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم حسم كيفية عودة الثلاثي الأجنبي إلى بعثة الأهلي في تنزانيا فور وصول الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر. طيب، كرة 11 بيتكلموا على اختيارات فيتوريا، بيقولوا على رأسهم كهربا والمايسترو الجديد اللي هو إمام عاشور. بيقولوا إن فيتوريا بيتسلح بثمان لاعبين من الأهلي في معسكر أكتوبر المقبل استعدادا لمواجهة الجزائر وديا. القائمة المبدئية اللي حددها فيتوريا ده على عهدة كرة 11 بتقول كهربا، إمام عاشور، الشناوي، منعم، كمان وارد يكون موجود محمد هاني، مروان عطية، أفشة، حسين الشحات. عموما ننتظر لغاية لما يتم الإعلان الرسمي في مسألة قائمة الفريق. طب نروح لحساب بطولات، وبيقولوا إن فيتوريا وجه طلب جديد قبل كأس أمم إفريقيا. إيه الطلب؟ هل طلب مباريات ودية أكتر؟ ما أعتقدش، هيبقى صعب لأن الأجندة محددة ونوفمبر فيه تصفيات كأس عالم. لا، التفاصيل بتقول بقى إن روي فيتوريا طلب إضافة 2 محللي أداء
إلى الجهاز الفني، حيث لا يكتفي بتواجد محلل الأداء المصري المتواجد في جهازه حالياً. فيتوريا طلب إضافة 2 قد يكون من بينهما أجنبي، وسيكون لكل منهما وظائف مختلفة سيحددها فيتوريا. على فكرة وارد ده يكون موجود، بس ممكن في كأس الأمم الإفريقية، يعني أنت داخل على مرحلة في مباراتين في تصفيات كأس العالم في شهر 11، لكن كأس الأمم المعسكر هيبدأ من أول يناير، والمنتخب مستمر في البطولة من 13 يناير يا رب بإذن الله لغاية 14 فبراير، فالمنتخب عنده 45 يوم معسكر وبطولة أمم. وارد جدا أن يتم إضافة عناصر جديدة في الجهاز الفني وليكن في مركز محلل الأداء، لأن أنت داخل على بطولة الأمم 24 منتخب، فممكن يكون الراجل محتاج يعمل سكاوتينج أكتر على الفرق المشاركة، فالعدد اللي موجود في الجهاز دلوقتي غير مناسب للبطولة القارية اللي جاية. ده على فكرة بيبقى وارد في بعض البطولات أو بعض الأحداث في وقتها، ولكن مش موجود ده على الرننج الأبعد أو على الفترة الأطول خلال الفترة اللي جاية. طيب المصري الرياضي النهاردة وآخر حاجة في الترند المحلي بيقوله، قبل إعلانه رسميا تعرف على تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي 2005 و2008. اتحاد الكرة كان عمل اجتماع من حوالي أسبوع أعتقد يعني عشان يناقش هذا الملف، وفي اتجاه أن ميكالي المدير الفني البرازيلي للمنتخب الأولمبي يكون مشرف على 2005، ولكن المصادر بتقول أن تم الاستقرار على معظم عناصر الجهاز الفني في المنتخبين ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. الفهد الأسمر أحمد الكاس اللي قدامنا طبعا على الشاشة، نجم منتخبنا الوطني والنجم السكندري، نتمنى له التوفيق يا رب لو تم ترشيحه بالفعل أنه هو يكون مدير فني المنتخب 2008. ممكن يعونه عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، ممكن يكون مساعد لأحمد الكاس في منتخب 2008، ومعاهم النجم طبعا الكابتن أحمد فوزي أو دكتور أحمد فوزي في مركز حراسة المرمى. فدي الكواليس اللي بتقول جهاز منتخب 2008، مين مدير فني، مين مدرب عام، مين مدرب حراس مرمى، أحمد الكاس، عادل مصطفى، وأحمد فوزي. 2005 بيقولوا أن ميكالا هيكون مشرف عليه، ولكن هل هو هيكون المدير الفني؟ منتخب 2005 بيقولوا أن ميكالي مشرف، وهيكون معاه في منصب المدرب العام علاء عبده ووائل رياض، وفي مدرب حراس المرمى الكابتن أيمن طاهر. عموما هننتظر ونشوف الكلام ده لما الاتحاد يعلن بشكل رسمي. طب نروح للترند المحلي والنجم الكبير المصري محمود، أو الترند العالمي النجم المصري محمود حسن تريزيجيه. النهاردة حساب يلا الكورة نقل صور من موقع ترابزون التركي وهو بيحتفل بعيد ميلاد نجمنا محمود حسن تريزيجيه. أولا ألف مليون سلام علينا، نتمنى يا رب أن يكون جاهز وشفي من الإصابة اللي تعرض لها، وهنطمئن عليه أكتر بقى لما يكون متواجد في معسكر مصر خلال شهر أكتوبر. لا قدر الله لو مش موجود يبقى لسه تريزيجيه قدامه شوية وقت على ما يقدر يخش في قائمة منتخبنا الوطني. كل سنة وانت طيب يا تريزيجيه، أو زي ما كنا بنقوله زمان لما كان معانا في الأهلي يا تريزي جول، وهو مازال بالتأكيد هداف كبير ولاعب كبير جدا ولعيب بنتمنى له التوفيق. طيب حساب بطولات بيتكلموا على عيد ميلاد تريزيجيه نجم ترابزون سبورت الحالي، قالوا حقق قبل كده الدوري المصري، كأس السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا، كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس السوبر الإفريقي، كأس السوبر التركي، بطولة إفريقيا للشباب. بصوا على 80-90% من إنجازات تريزيجيه هتلاقيها كلها مرتبطة بالنادي الأهلي. يعني الإنجاز الوحيد اللي اتحقق ليه في رحلة الاحتراف حتى الآن كأس السوبر في الدوري التركي، ومع منتخبنا للشباب حقق بطولة إفريقيا اللي اتنظمت في مصر على فكرة في السنوات السابقة. كل سنة وانت طيب يا تريزي جول. طيب نروح لحساب الوطن سبورت بيتكلموا على أزمة مقررة بين محمد صلاح وحكم لقاء ليفربول وتوتنهام، عقوبة وخسارة. طبعا امبارح كلنا اتفرجنا على ماتش ليفربول وتوتنهام، اللقاء اللي خسره ليفربول بنتيجة 2-1 على ملعب السبيرز ملعب توتنهام. امبارح صلاح خد بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على قرارات الحكم سيمون هوبر، وللأسف طبعا في هدف تم إلغائه لزميل صلاح في ليفربول لويس دياز، لكن طبعا أثبت بعد اللقاء أن الهدف كان صحيح ومفيش تسلل. صلاح كان عمل لايك على فكرة على الفيديو، لكن بعد كده حذف اللايك لأن كان حصل لغط شوية ما بين مشجعي ليفربول، لكن امبارح صلاح وفريق ليفربول اتظلم ظلم بين في لقاء توتنهام. طب سؤال الحلقة، رأيكم ايه في جوائز الكاف 4 مليون دولار للفائز بدوري السوبر الافريقي؟ استاذ ناصر بيقول مساء الخير، شيء جميل ومحفز والمنافسة هتبقى اقوى والفرق الافريقية محتاجة فعلا للمال، اتمنى رفع الجوائز في كل البطولات الافريقية، اهلاوي انا والفخر ليه.
استاذ حسام بيقول هو قرار لمحاوله انجاح البطوله. بصراحه توقيت البطوله صعب، كل 3 ايام مباراه، مع العلم ان المسافات كبيره بين الدول وفي اجهاد كبير على اللاعبين. تحياتي لحضرتك، الاهلي فوق الجميع. طيب استاذ هاني بيقول قرار جيد من قبل الكاف، ده يدي روح وتنافس اقوى للبطوله ويعطي بريق اكثر بقيمه رفع الجوائز، وكل التوفيق للنادي الاهلي ملك القاره. اخر تعليق معايا استاذ جمال بيقول هيخلي المنافسه اقوى وفي دافع للفرق انها تلعب باداء وروح، وان شاء الله الاهلي يكون اول فائز بالبطوله. وانا عايز اكد لكم ان الجوائز حتى الان وارد يتم زيادتها مره تانية، هي دي قرارات رسميه والكاف اعلنها، ولكن وارد. هنشوف الفتره اللي جايه هل هيتم الاستقرار على هذه الارقام ولا ممكن نشوف ارقام تانية اذا نجحت الشركه في تسويق البطوله كناحيه اعلانيه واعلاميه اكتر من كده الفتره اللي جايه. كل شيء وارد. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد عبر برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.